ظاهرة لم يرها البشر إلا عام 2010 لأول مرة في التاريخ. وحسب موقع علمي أسترالي يقول إن أول مرة تم توثيق الظاهرة عام 2003 في التاريخ. هي تحب أن نراها ونتحدث؟ طيب نشوف. طيب نشوف يا جماعة، أنا أحب دائما التوثيق العلمي. نعم. حرق الغابات دي؟ نعم، حريق الغابات سميت إعصار النار. انظر، هذا حدث عام 2012 في غابات أستراليا، وهو من أعنف أنواع الأعاصير. لأول مرة يراه العلماء، رأوه في البرازيل 2010، والآن رأوه عام 2012 في غابات أستراليا، ويقولون إنه من أشد أنواع الأعاصير تدميرا، فهو يستطيع أن يحرق مساحاتها إلى خلال زمن قصير جدا. انظر كيف يرتفع لسان اللهب لأكثر من 300 متر في الهواء، ويسير بسرعة هائلة ومدمرة ويحرق كل شيء. الآن هذا الإعصار الذي صوره الباحثون اليوم، انظر كيف يدور ويحرق، عنيف جدا يعني. ويؤكدون أنها المرة الأولى التي يشاهدون فيها إعصارا كهذا، وهذا الإعصار لا يحدث إلا في الغابات في أستراليا وفي البرازيل وأمريكا. هل تتخيل أن هناك كتابا يتنبأ عن حدوث هذا الإعصار؟ يعني العقل البشري يقف عند هذه النقطة. الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة في شأن ذلك الرجل الذي كان لديه جنة وذرية ضعفاء وتجري من تحتها الأنهار، وحد دخل يحسده. نعم. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. العلماء اليوم يسمون هذا الإعصار إعصار النار، ولكن بعد دراسته في السنة الماضية 2015 قالوا لا يوجد شيء اسمه إعصار نار. هناك إعصار عادي يتقدم دوامة من الهواء، وهناك حريق ونيران، وتدخل هذه النار داخل هذا الإعصار. إذن التعبير العلمي الدقيق هو إعصار دخلت فيه النار. القرآن لم يقل فأصابها إعصار النار، قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سبحان الله. فالآن أمام هذه الحقائق دعني يعني أتساءل، النبي عليه الصلاة والسلام هل ركب البحر مرة واحدة في حياته؟ أكيد لا. يعني معروف، لكن يروح رحلة الشام ما كانش فيها بحر، ما فيش بحر. اكتشف وطريق للهجرة ما فيش بحر، صحراء غرقاء. صحيح. كشف العلماء حديثا على عمق 5000 متر أمواج بارتفاع 500 متر، ارتفاع الموجة 500 متر. ده عند نياجرا وفي الحاجات اللي في البرازيل. نعم، في هناك في المحيط الهادئ. وقالوا إن هذه الأمواج التي ترتفع لخمسمائة متر تحتها ظلمات شديدة. يمكن أن نرى الفيديو طبعا لو أحببت. يعني هذا في بحر لوزان، هنا مضيق لوزان. وعندما نزلوا بالغواصات، هذه صور طبعا يعني علمية، البحث قامت به جامعة واشنطن عام 2013، وتبين أن هناك أمواجا بارتفاع ناطحات السحاب بحدود 500 إلى 600 متر ارتفاع الموجة. وقالوا هذه الأمواج أعنف من الأمواج السطحية ب10,000 مرة. يا أعنف، عنيفة جدا. نعم. يعني دي مش شوالة كهرباء، دي طوالة طاقة نووية. لا عظيم. لذلك قالوا إنها المرة الأولى التي نكتشف فيها هذه الأمواج العميقة. ولدينا الآن أمواج عميقة وأمواج سطحية. القرآن العظيم ماذا قال عندما شبه أعمال أولئك الملحدين والغير المسلمين الذين يعني أعمالهم كسراب؟ ماذا قال فيهم؟ أو كظلمات في بحر اللجي. عميق.
يغشاه موج من فوقه موج. انظر إذن الملحد، قرينا الآية دي وعدت عليه. سورة النور، سبحان الله. الملحد هنا، هنا تحت. أو كظلمات في بحر لجي عميق 5000 متر يغشاه موج، هذا هو الموج، من فوقه موج، من فوقه سحاب رتب لنا. سبحان الله، كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أولا أن هذه الأمواج لا توجد إلا في البحار العميقة بحر اللجي، وأن هذه الأمواج موجودة وأن هناك ظلمات؟ قال إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يقل لا يراها، لم يكد. لماذا؟ لأن الله خلق في هذه الأعماق مخلوقات تستعين على غذائها وحياتها، تصدر الضوء، كائنات مضيئة سبحان الله. لذلك يعني أنا أقول دائما هذه الحقائق التي نراها، أنت كم مرة قرأت قوله تعالى والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع؟ كثير. طيب دعنا نرى هذا البحر، هل البحر تحب أن ترى؟ تفضل. نعم، مع الصوت إذا سمحت. مع الصوت لو سمحت، تفضل. هذا ده بحر يحدث في جزر هاواي. نعم، هذه حمم منصهرة تتدفق باتجاه البحر وتمتزج مع الماء، وعلى الرغم من الحرارة العالية تمتزج مع الماء. غريبة جدا جدا. نعم نعم، سبحانك يا رب. سبحان الله سبحان الله. انظر هذا، هل يستطيع إنسان أن يحدثك عن البحر المسجور؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده حتى التعبير يعني إيه الرعب ده؟ مرعب. إيه الرعب ده؟ انظر ربطه بعذاب الله، إن عذاب ربك لواقع. انظر يعني أيها الملحد، أنت ترى هذا البحر أمامك، لا تستطيع أن تقترب منه أو حتى تنظر إليه، فكيف ستتحمل عذاب الله يوم القيامة؟ والبحر المسجور أي الملتهب، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. انظر كيف تصب هذه الحمم المنصهرة، فهي لا تستطيع أن تبخر الماء، ولا يستطيع الماء أن يطفئها، على الرغم من مرور آلاف السنين، وهذا المشهد يستمر سبحان الله.